بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة طلبتنا الأعزاء. محاضرة اليوم تخص مادة المايكرو بروسيسور أركتكتشر. محاضرة اليوم راح نتطرق إلى موضوع جديد اللي هو الانترلاكس اوف 885. احنا بمحاضرة سابقة تطرقنا لموضوع الانترلاك بصورة غير مفصلة باعتبارها أحد البن دايجرام اوف 885. فاليوم راح نتطرق بتفاصيل الانترلوكس الخاصة بال 885 وشلون يشتغل، بالإضافة إلى ذلك أنواع الانترلوكس. كبداية ال 885 انترلوكس، الانترلوكس لازم نعرف هو شنو هو أو شنو نقصد بالانترلوكس. الانترلوكس بصورة عامة سواء كان بال 885 أو أي بروسر آخر، هو بروسيس وير ان اكسترنال ديفايس جيت كان جيت ذا اتنشن اوف ذا مايكرو بروسر. بني عملية بأنه اي حيث الاجهزه الخارجيه راح تيجي شنو هنا، راح تاخذ راح ياخذ المايكرو بروسيسور ياخذ اتنشن لها، يعني يعطيها الاتنشن. طبعا البروسيس يتضمن اللي هو مين يبدي البروسيس، البروسيس اللي هو ستارت فروم انبوت اوتبوت ديفايس، من ابو الاجهزه اللي هو اكسترنال ديفايس نقصد بها اللي هي انبوت اوتبوت ديفايس. كأول معلومة لازم نعرفها بأنه البروسيس اللي يخص الخاص بالإنترنت ويبدي مين من الانبوت اوتبوت ديفايس. البروسيس بانه هو اللي هو اسكرايز، لازم نعرف بانه هو اسكرايز. زين، هاي بالنسبه لمن للانترابت من يبدي وشنو هو. فاعيد مره ثانيه بانه هو بروسيس المايكرو بروسيسور يعطي الاتنشن لمن الاكسترنال ديفايس، وقلنا الاكسترنال ديفايس اللي هي انبوت اوتبوت ديفايس. فبالانترابت اكو الكلاسيفيكيشن او الكلاسيفيكيشن اوف انترابس، اللي هو انترابس كان بي كلاسيفاي انتو تو تايبس. فعندي هنا نوعين مين او تصنيفين للانترابت، اللي هو النوع الاول اللي هو ماسكابل انترابت، والنوع الثاني اللي هو نون ماسكابل انترابت. طبعا شنو نقصد بالماسكابل انترابت؟ الماسكابل انترابت اللي هو كان بي ديليد او ريجكتد، بمعنى اخر بانه هيش نوع من الانترات ممكن المايكروبروسر يسوي له ديلي او ممكن يسوي له ريجكت، تعتمد على من على نوع الانترات، تعتمد على البرايورتي الخاص بمن بالانترات. النون ماسكابل انترات اللي هو كان نوت بي ديلي او ريجكتد، اذا اجى للمايكروبروسر هيش نوع يكون من نون ماسكابل انترات، هنا المايكروبروسر ما ممكن بانه يسوي له ديلي ولا يقدر يسوي له ريجكت. ليش؟ لازم هنا شنو يلبي طلبه. فهذا الكلاسيفيكيشن اوف انترابس. بعد اكو تصنيف ثاني للانترابس اللي هو كان also be classified into vector و non vector. فعندنا تصنيفين، التصنيف الاول بانه الماسكابل انترابس و non ماسكابل انترابس، والتصنيف الثاني اللي هو vector و non vector. احنا عرفنا شنو الماسكابل وشنو النون ماسكابل، بانه هو المايكرو بروسيسور واحد من اثنين يقدر يسوي له ديلي ويقدر يسوي له ريجكت. بينما النوع الثاني اللي هو المايكرو بروسيسور ما ممكن يسوي له ديلي ولا ريجكت. فنيجي للفيكتور شنو؟ الفيكتور بانه الادريس اوف ذا سيرفيس روتين از هارد وايرد. بانه الادريس اوف ذا سيرفيس روتين از هارد وايرد. بينما النون فيكتور اللي هو الادريس اوف ذا سيرفيس روتين نيد تو بي سبلايد اكسترنالي باي ذا ديفايس. بمعنى اخر بانه كل انترابت اكو بي سيرفيس روتين، سيرفيس روتين اللي هو شنو هنا عند برنامج صغير يكون اللي هو يشتغل كسيرف المن للانترابت. فبالنون فيكتور الادريس اوف ذا سيرفيس روتين نيد تو بي سبلايد، شنو هنا العنوان مال هذا البرنامج الصغير سميناه سيرفيس روتين، بانه يحتاج بانه شنو هنا لازم يجهز من قبل اكسترنالي بواسطة الديفايس. يعني اذا اجى انترابت من نوع نون فيكتور، اول شيء لازم هذا الديفايس يسوى انترابت، لازم شو يسوي هنا يجهز المايكرو بروسيسور بمن بالادريس مال سيرفيس روتين. ليش؟ لان هيش نوع انترابت الادريس مال سيرفيس روتين يحتاج بان شنو هنا او نيدز تو بي سبلايد اكسترنال، يحتاج بانه يجهز اكسترنال بصوره خارجيه. بينما الفيكتور بانه الادريس اوف ذا سيرفيس روتين از هارد وير، شو معناه بانه العنوان مال سيرفيس روتين بانه هو موجود بالمايكرو بروسيسور يعرفه. وطبعا راح نتطرق لهن مع للادريس الخاص بكل سيرفيس روتين او كل نوع من انواع الانترابت.
فهذه بالنسبة للسلايد الأول اللي بضمنني شنو الانتظار البروسيس مالته شلون ده يشتغل. بالإضافة إلى ذلك عرفنا بأنه من يبدي ستارت من الانبوت على الديفايس، وبأنه هذا البروسيس هو يعتبر شنو أسكرونايز أسكرونايز. بالإضافة بعدين أخذنا كلاسيفيكيشن أوف انتربت، صنفنا الماسكابل ونون ماسكابل، بالإضافة للتصنيف الثاني اللي هو فيكتور ونون فيكتور، عرفنا كل واحد شنو نقصد به. نجي على انتربت is considered to be emergency signal that may be served. طبعا أي انتربت يجي للمايكروبروسيسر يعتبر شنو هنا emergency signal، يعني إشارة طوارئ. المايكروبروسيسر may respond to the to it as soon as possible. طبعا المايكروبروسيسر من تجي إشارة انتربت مو لازم شنو هنا لازم يستجيب لهذا الانتربت as soon as possible. إذا كان طبعا مثل ما قلنا بأنه إذا كان نوعه نون ماسكابل هنا ما ممكن مايكروبروسيسر راح يأخره ولا ممكن الجيك راح يستجيب له مباشرة، وإذا كان ماسكابل هنا بأقرب وقت ممكن يستجيب لهذا النوع من الانتظار. هذا بالنسبة من السلايد الثاني اللي ضمن لي شنو هو بأنه الانتظار تعتبر شنو هنا يعتبر emergency signal. بالإضافة إلى ذلك المايكروبروسيسر لازم شنو هنا يستجيب إما الانتربت as soon as possible. زين بالنسبة what happens when microprocessor is interrupt، what happens when microprocessor is interrupt يعني شنو يصير من microprocessor يتقاطع الانتربت وهي مقاطعة. when the microprocessor receive an interrupt، طبعا هاي العملية شلون تصير بداخل الميكروبروسيسر هنا، وين ذا مايكروبروسيسر المايكروبروسيسر مين يستلم اي انتربت اي اشاره انتربت شو يسوي؟ اول شيء يسوي اللي هو سسبند ذا كارنتلي اكسكيوتينج بروجرام. اول عمليه او اول اجراء يسوي شنو هنا يوقف البرنامج اللي يتنفذ حاليا بصوره مؤقته. وبعدين شو يسوي الخطوه الثانيه؟ الخطوه الثانيه اللي هو جامبس تو ان انتربت سيرفيس روتين اي اس ار، اللي هو شنو هنا راح يقفز ايمن للسيرفيس روتين او الانتربت سيرفيس روتين اللي هو قلنا بانه هذا برنامج صغير. على مو شنو هنا على من يقفز لهذا الانتربت سيرفيس روتين على مود يستجيب ايمن تو ذا انكمينج انتربت، على مود يستجيب للانتربت الجاي. يعني اول خطوه المايكروبروسيسر من يستلم انتربت اول خطوه يسوي اللي هو سسبند، وبعدين شو يسوي؟ يسوي جامبس اللي هو assessment اما للبرنامج اللي ينفذه حاليا او البرنامج اللي دي يشتغل حاليا. بعد ذلك شو يسوي؟ وقفه، يعني البروسيسر توقف حاليا بمعنى اخر الكمبيوتر بصوره عامه بانه هنا راح ما يشتغل اي شيء. راح شو يسوي هنا؟ راح يجاوب هاي الانتربت، فمن وقفه راح يقفز اما للسيرفيس روتين اي اس ار يجيب اما لهذا الانتربت. هسه هنا طبعا من يريد يستجيب الانتربت راح المايكروبروسيسر يحدد هذا الانتربت هل هو ماسكابل لو نون ماسكابل، او هل هو فيكتور لو نون فيكتور. اذا ماسكابل قلنا بانه راح يصير، واذا نون ماسكابل هنا أنا ما ممكن ياجل هذا الانتربت، لازم ينفذه يعني يستجيب له مباشره ويجري العمليه، ومن ثم يرجع الاخر تنفيذ كان يشتغل عليه. Each interrupt will most probably have its own ISR. لازم نعرف كل interrupt، كل انواع interrupt الخمسة اللي اخذناها بالمحاضرات السابقة، لازم نعرف كل واحد منهم الى ISR خاص بي. يعني interrupt service routine خاص بي. بمعنى اخر شنو عندي هنا مثلا؟ اكو قسم من عندهم اللي هو نون فيكتور. النون فيكتور الاي اس ار عنوان مالته شو يحتاج هنا؟ يحتاج الديفايس هو يجهز المايكروبروسيسر بعنوان الاي اس ار. واذا كان فيكتور لا، المايكروبروسيسر يعرف بانه هذا الاي اس ار عنوانه وين او وين موجود وينفذ العمليه مباشره. فهذا بالنسبه لمن شو يصير من تجي مقاطعه من المايكروبروسيسر. فهنا نجي اللي هو responding to interrupt، الاستجابة شلون تجري الاستجابة لأي interrupt يجي المايكروبروسيسر.
فالريسبوندنج تو ان انتوارد ماي بي ايميديت اور ديليد، مثل ما عرفنا بانه الانتوارد الميكروبروسيسور اما يستجيب له بصوره فوريه او ممكن ياخر. هذا يعتمد على من؟ يعتمد on whether the interrupt is maskable or non-maskable. يعني هنا الاستجابه مع الميكروبروسيسور هذا الانتربت اللي يجي من الاجهزه الخارجيه راح شي يكون ايميديت اور ديليد، اما صوره استجابه فوريه مباشره او ممكن ياخر. فهذا الايميديت والديليد تعتمد على من؟ تعتمد على whether the interrupt is maskable or non-maskable، وهل هو whether interrupts are being masked or not. فهذه بالنسبة لمن الاستجابة. عندي هنا there are two ways of redirecting the execution to the ISR depending on whether the interrupt is vector or non-vector. اللي هو أكو عندي طريقين بإنه of redirecting the execution، يعني أكو طريقين بإنه microprocessor بإنه شو يسوي هنا يوجه تنفيذ ال ISR. يعتمد عليه من هنا، يعتمد على الانترابت، هل هو انترابت vector interrupt or non-vector. فإذا كان vector الادريس of the subroutine مثل ما ذكرنا سابقا بأنه الادريس of the subroutine يعني ISR is already known. إذا كان vector الميكروبروسيسور يعرف بأنه عنوان ISR وين to the microprocessor، بينما non-vector device will have to supply the address. هنا الجهاز لازم يجهز الميكروبروسيسور بالادريس مانجمنت مال السب روتين. هاي بالنسبه لمن؟ للنون فيكتور. فلازم طلابنا تعرفون شنو نقصد بالانترابت كعمليه، لازم نعرف. هاي تجيكم يعني تساؤلات على شكل صح وخطا، تجيكم على شكل خيارات، ولازم نعرف بانه الانترابت منين يبدي. وعرفنا بانه يبدي من الاي او ديفايس، وهل هو اسكرونايز او سكرونايز، بانه هو اسكرونايز العملية كلها. بعد لازم نعرف عن التصنيفات مال الانترابت، هل هي شنو التصنيفات اللي هو ماسكابل ونون ماسكابل. بالإضافة إلى ذلك بأنه الماسكابل شنو نقصد به والنون ماسكابل شنو نقصد به، كذلك تجمعها على شكل تساؤلات خيارات صح وخطأ. بعد لازم تعرف التصنيف الثاني، هل هو فيكتور وشنو الفيكتور وشنو نقصد بالفيكتور، يعني ذني أسألكم به. بعدين لازم تعرف بأنه الانترابت انه يعتبر شنو اشاره امرجنسي، بالاضافه الى ذلك بانه شنو يصير من يجي انترابت للمايكروبروسيسور. اول خطوه شو يسوي؟ هل يسوي سسبند ويسوي جامز على مود شنو يستجيب ايمن للانترابت الجاي للمايكروبروسيسور. بعدين اخذنا بانه الريسبوندنج شلون تصير. الريسبوندنج لازم تعرف بانه اكو عندي ايميديت responding للانترابت وممكن يكون delay، ولازم كذلك لازم نعرف بانه هاي عمليه الايميديت والديلي تعتمد على من؟ تعتمد على الانترابت، هل هو فيكتور، هل هو ماسكابل نون ماسكابل. بالاضافه بانه قلنا بانه شلون يكون الريدايركتنج ذا اكسكيوشن تو ذا اس ار، هذا هم ما تعتمد عليه من؟ على بانه يعتمد بانه الانترابت هل هو فيكتور او نون فيكتور. وذكرنا شنو الفيكتور، ذكرنا شنو النون فيكتور، بانه النون فيكتور ديفايس لازم هو يجهز الاي اس ار عنوان الاي اس ار، بينما الفيكتور بانه المايكروبروسيسور ما يحتاج احد يجهز الاي اس ار. ليش؟ عشان يكون معرف من قبل المايكروبروسيسور. هذا بالنسبه لمن؟ للريسبوندنج انترابت. فانا هاي المحاضره راح اسويها على شكل اجزاء، هذا الجزء الاول من محاضره الانترابت. وشكرا لكم.